مرحبا معكم أشرف صباح وفيديو جديد في قناتكم سيلفي سبورت واليوم موضوعنا راح يكون عن ما هو الدفاع المنخفض كيف تلعب ضد هذا الدفاع وكيف تكسر التكتلات الدفاعية ويلا نبدأ في البداية لازم نشرح إيش هو الدفاع المنخفض الدفاع المنخفض هو نظام دفاعي بقوم اللعيبة فيه في التمركز في مناطقهم بيغلقوا المساحات تماما على الخصم وبمنعوه من الفرص الهجومية يستخدم غالبا هالأسلوب لما يكون فريقك أضعف من فريق الخصم أو لما المدرب يعتقد بأنه أفضل طريقة للفوز هو استغلال المرتدات أثناء التحول الهجومي غالبا الفرق اللي بتلعب في هاي المركزية بتلعب في رسوم فنية مثل 4-4-2 4-5-1 أو 5-4-1 بدل من انه يلعبوا ب 4 2 3 1 او 4 3 3 لانها رسوم فنيه بتخدم الدفاع في مناطق عاليه في الملعب. في احد الايام كان كرويف يعمل مقابله في بيته، فسالوه عن الدفاع، فجاوبهم كرويف الدفاع عباره عن مساحه، اذا كان مطلوب مني ان ادافع عن حديقه هاي كامله فانا اسوء مدافع اما اذا كان مطلوب مني ان ادافع عن مساحه صغيره في الحديقه فانا افضل مدافع ومن هون بيظهر جوهر الدفاع المنخفض اجعل المنطقه اللي بدك تدافع فيها صغيره راقب المنطقه والمساحات وما تستعجل في الضغط وبهيك بتقدر تمنع الخصم من استغلال اي ثغره دفاعيه مثل ما بنشوف اتلتيكو سيميوني 4 4 2 خطين متوازيين كل خط فيه اربع لعيبه المسافه بين اول لاعب بالفريق واخر لاعب بالفريق لا تتجاوز 30 متر كل ما كانت المساحه بين الخط الاول والخط الثاني قليله كل ما كان الدفاع افضل طبعا في ناس كثيره بتنتقد هذا الاسلوب بتحكي عنه ممل ممكن انا كمان ما بتقبل اشوف فريقي بيلعب بهاي الطريقه لكن هذا الاسلوب موجود وتكتيكي بحت مدربين كبار امثال سيميوني ومورينهو كثيرا ما لعبوا بهذا الاسلوب وتعاملوا فيه كفترات في المباراة، الفكرة في اختلاف الافكار بين المدربين، احدهم يدافع في مركزية منخفضة واحدهم يدافع في مركزية عالية. الفكرة الان والسؤال بانه اذا واجهت خصم متكتل في هالطريقة، ايش اعمل؟ لكسر الدفاع المنخفض هناك عدة طرق، اول طريقة وهي استغلال عرض الملعب. اذا لعبت ضد خصم راح يكون عنده دفاع منخفض غالبا ما بيخلي الاطراف مفتوحه بيكون عندك مساحات في الاطراف تواجد لاعب ظهير عندك مميز في التحرك مميز في المساندة الهجومية مميز في العرضيات والتمرير والتمركز الهجومي راح يعمل خطورة جدا مميزة في الثلث الهجومي تواجده في هاي المنطقة راح يسحب معاه ظهير الخصم وجناح الخصم مما يؤدي إلى مساحات بين ظهير الخصم وقلب دفاع الخصم فرق أخرى ممكن تستغل هاي المساحة بطريقة ثانية مثلا مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا بيب جوارديولا بيلعب بظهير وهمي متمركز في عمق الملعب بيعتمد على الجناح في التمركز في عرض الملعب لتوسيع الملعب، ايضا مع قدوم المهاجم ومساندته لطرف الملعب رح يكون عندنا مثلث على الاطراف مما يؤدي الى سحب لعيبه الخصم تفريغ العمق الدفاعي واستغلال لعيبه الوسط لهي الثغرات في عمق دفاع الخصم. في تصريح مهم لجوارديولا بيحكي عندما ياتي الخصم ويعرضك للضغط دائما انظر الى المنطقه البعيده لانها ستكون فارغه. يعني إذا كانت لديك الكرة في جهة فأنت ستنهي الهجمة في جهة أخرى ومن هون بنتجه إلى نقطة تحويل اللعب السريع معي الكرة في جهة بحرك فريقي كامل إلى هاي الجهة وبكون عندي لاعب واحد متمركز في الجهة الأخرى في كرة طويلة إلى الجهة الأخرى بكون عندي لاعب متمركز في المنطقة الدفاعية للخصم وبحالة واحد ضد واحد وهي الهدف من أي مدرب يعني أي مدرب ببحث في الثلث الهجومي أنه يلاقي حالات واحد ضد واحد في دفاع الخصم نوعية اللاعبين وجودتهم أيضا من الأشياء الجد المهمة ضد هيك تكتلات فمثلا لاعبي من نوعية ميسي دي بروين زياش بفرقوا بتمريراتهم وعرضياتهم الدقيقة اللي ممكن تكسر أي دفاع أو أي تكتل أو لاعب مثل رونالدو ممتاز جدا في التعامل مع العرضيات بتسديده مثلا من بعيد ممكن يكسر كل خطط الخصم من النقاط الحلوة في كرة القدم إنه كل حركة بيعملها المدرب في لها حركة مضادة يعني انا عارف ان المدرب اللي ضدي راح يلعب بتكتل كامل في الخلف يعني راح استنتج انه ما راح يلعب بضغط عالي يعني راح يسمح لي احرك الكره في نصف الملعب على راحتي راح اسقط لاعب المحور بين قلبي الدفاع ارفع الاظهره لاعلى مكان ممكن في الملعب وبنفس الوقت راح ابني الهجمه بكل سلاسه واسحب لعيبه خط الوسط عند الخصم الى مناطقي اكثر واطلعهم من مناطقهم انا عارف انه راح يضل متكتل في الخلف بما اني عارف انه راح يضل متكتل في الخلف بطلب من مهاجم انه يطلع من مناطقه يسقط للعمق ويستلم الكرات مع سقوط المهاجم للعمق بطلب من اجنحتي يدخل للعمق اكثر مكان مهاجمي ويتحركوا اكثر بدون كرة دائما الاتجاهات والتحركات باتجاهات معاكسة في فريقي بدون كرة خصوصا بتعمل ثغرات كثيرة في الدفاعات المتكتلة في ناس بتفكر حاليا طب ليش ما احكي التسديد من بعيد نعم اكيد هو حل لكن من كل تسديدة كم انا ضامن انه يتسجل هدف زي ما حكيت في الحلقه السابقه من كل 33 تسديده يسجل هدف واحد خصوصا انه اللاعب بس يسدد رح يعطي راح يعطي راحه للخصم وفرصه انه يضيع وقت وفرصه ايضا انه يرتب اموره من اول وجديد اما لو استمر الفريق في تدوير الكره من جهه لاخرى مع هدوء وانتظار في بناء الهجمة أكثر رح يستفز الخصم رح يستفز أحد المدافعين بأنه يتحرك بطريقة خاطئة يضغط بطريقة خاطئة بوقت خاطئ أو يتمركز بشكل سيء لهيك التسديد لازم يكون بمنطقية وبأماكن مفتوحة فيها زاوية الرؤية وبأماكن قريبة من المرمى مش مثل ما بنشوف كل ما فريق يتعرض لضغط يتقدم عليه الخصم في النتيجة بصير في آخر الدقائق كل ما وصل للثلث الاخير بسدد تسديدات عشوائيه او مثلا بنشوف مدافع بيطلع للثلث الاخير بسدد تسديده غريبه جدا بالنهايه في كره القدم لكل فكره هناك فكره مضاده لكل فكره هناك ايجابيات وسلبيات ايضا نوعيه الفريق نوعيه اللاعبين نوعيه لاعبينك ونوعيه لاعبين الخصم دراستك للخصم واسلوبه ومدرب الخصم كلها امور بتفرق في استخدامك واختيارك للاسلوب الفني وبهيك بكون وصلت لنهايه الحلقه بتمنى يكون عجبكم الموضوع وفهمتوا الفكره اللي حابة اوصلها اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وانتظروني في حلقات جديده بيس